الانواع ديال اخويا كاين الورقه ديال سميتو ديال البخار هي اللي كنصايبو حنا والاخرى الورقه العاديه الورقه العاديه كتدهن واما هذه لا ديال البخار صعيبه هي شويه اما العاديه لا هذه تقريبا بحال قلتي لا بغيتي تصايب كيلو صغيره او دي كيلو كبيره العاديه يلا غصايب فيها نص كيلو ديال البخار هذا هو الفرق اللي بيناتهم وهذه كتشد شويه سميتو كتشد شويه ديال اليد والعجينه كما كتعرف العجينه راه بحال بحال الثمن هذه ديال البخار كنبيعوها ب 30 درهم العاديه كتباع ب 25 درهم هذا هو الفرق اللي بيناتهم كما قلنا هاد الورقه عندها اقبال بزاف في رمضان كتمشى الورقه بزاف كيكون عليها الزحام حيت نورمال كلشي كيدير البسطيله والبريوات كاينين بريوات ديال الحوت ديال الدجاج كاينين ديال الكاوكا وديال اللوز شحال من بريوات راه باش ما بغيتي تعمر تعمرو فرماج لي زيبينار شحال ديال البريوات ديال النوع البريوات كاين اللي تخرج شويه واحد 20 كيلو بحال هكاك 30 كيلو اما في رمضان راه كضرب من الصباح حتى العشيه وانت خدام تقريبا راه كضرب المهم على حساب الطحين كضرب 100 كيلو الطحين ولا 80 كيلو 60 كيلو الطحين كنعبر كنعتمد العبار ديالهم هو هذاك صافي اذا تخلص من الناس تنحط انا بالنسبه للاقبال في الورقه كالاقبال اليامات الاولين بحال قلتي في شعبان ديك السيمانه الاخرى في شعبان وهاد السيمانه الاولى في رمضان كتكون الاقبال كان بزاف على الصغيره تيديوها الناس اكثر من الكبيره الثمن واش مناسب الثمن بحال 20 درهم الكيلو فين ما مشيتي المغرب كامل كاين اللي كيدير لها الا ديال لافابور هي اللي دايره 30 درهم يعني ما كاين لا زياده لا والو لا والو ما كاين لا زياده لا ثمن ولا الثمن ديال السي اللي بغى يجي يجيب الجديه محل 88 حتى قصه حدا المارشي ومرحبا به